كشفت وسائل أعلام روسية عن توصل روسيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن عبور البضائع إلى جيب كالينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق. فقد نقلت صحيفة أزيفستيا عن مصادر روسية رفيعة المستوى قولها إن موسكو اتفقت مع بروكسل بشأن نقل البضائع إلى مقاطعة كالينغراد الروسية. وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة تلبي مطالب موسكو بشكل كامل.